نترككم الآن إلى فقرة المتابعات الأرطفونية بعد هذا الفاصل. العطلة الصيفية والأطفال، كيفيات تقسيم الوقت بالتأكيد والاستغلال الجيد للعطلة لاكتساب مهارات جديدة، وموضوع هذا العدد من متابعات أرطفونية. للحديث أكثر أسعد باستضافة الأخصائية الأرطفونية السيدة راضية سماش. أهلا بك، صباحك سعيد سيدتي. صباح النور، لاباسك منيح محمد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا أستاذة راضية، اكيد تعودنا عليك في البرنامج، المشاهدين يطلبوك بزاف في هذه الفقرة بالتأكيد اللي نتكلموا فيها على المشاكل التي تتعلق بالنطق وتتعلق أيضا بالسلوكيات العامة لدى الأطفال. العطلة الصيفية، نعم، وش نقدر نقول العطلة الصيفية وعلاقة الأطفال بالعطلة؟ نعم. اللعب، الوقت الكثير، يعني كيف يكون ذلك لنستغل العطلة بشكل إيجابي؟ نعم، كما قلت بلي العطلة الصيفية راهي المادة تاعها يعني بزاف الوقت، من تبدا جينيرالمون من نهايه ماي الى غايه سبتمبر، يعني كاين باش نقولوا بلي يقعدوا واحد اربع شهور وما قاعدين في الدار. كاين اطفال كل واحد كيفاش، يعني هنا الانقطاع التام عن الدراسه، كما كاين فتره تاع الاطفال اللي يكونوا في مرحله اعاده التربيه عند المختصين الأرطفونيين. في بعض الأحيان كاين وين الأمهات ما يقدروش يرافقوا ولادهم، كاين يتروح لدارهم، كاين يتروح فاكونس، كاين يخدامة، كاين دونك كاين ظروف اللي تقدر تحكم. هنا يكون تقاطع، يعني انقطاع شوية ما عند دورات الاختصاص الأرطفوني المختص الأرطفوني. هنايا نقدروا هذا الانقطاع يعني حاجة سلبية، مش حتأثر حاجة إيجابية على الطفل، ولكن حتأثر عليه الجانب السلبي. طيب أستاذة راضية سماش، أكيد هناك الأولياء عندهم تجربة مع الأطفال تاعهم، احنا حابين في البرنامج خلال الجزء الثاني بعد التاسعة باش نكتشفوا هذه التجارب الشخصية مع الأطفال. نطلب منكم مشاهدينا الأكيد أنكم تتابعوا فقرة المتابعات الأرطفونية، تواصل معنا عبر رقم الهاتف وطرح مجموعة من الأسئلة بعد الساعة التاسعة بالتأكيد ستجيب عليها السيدة سماش. 023 71 78 71 023 71 78 71، وهو رقم الظاهر أسفل الشاشة، هو سهل حفظته، 23 71 78 71. بالتأكيد بعد التاسعة نسعد باستقبال اتصالاتكم. نوصلوا سيدة سماش، الأكيد الأولياء هما اللي يكونوا عندهم القدرة على تقسيم وقت الأطفال خلال العطلة الصيفية، وش نقدر نقولوا الأولياء حتى ندخل للموضوع باش نشوفوا حتى المشاكل اللي يسببها، شو نقدر نقولوا لهم كنقطة أولية؟ شوف بالنسبة للأولياء هنا نقدروا نهضروا على الفئتين الأطفال، نعم، سواء الأطفال العاديين يعني يقراوا في مرحلة، ولا الأطفال يعانيوا من مشاكل أرطفونية. بالنسبة للأطفال يعانيوا، يعني الأطفال العاديين، هنا نحاولوا أن الأولياء ينقصوا شوية، على خاطر الطفل هنايا في مرحلة فراغ، فراغ تام للوقت، الوقت كبير بزاف، يعني صباح جينيرالمون ما ينوضوش بكري، ولكن طول النهار. هنايا نحاولوا أن لي بارون يقسموا الوقت تاع الأطفال باش الأطفال ما يتجهوش للألعاب الإلكترونية، ما يقعدوش يقعدوا دي أكخو ليها. هنا تحاولوا أن الأولياء يقسموا الوقت تاع الأطفال، عندك المسؤولية عند الوالي، على الوالدين، خاصة ما نحملوش الطفل أي مسؤولية، ما نقدروش بيان سور الطفل اللي أنت عطيت له الأداة وما عيطش عليه، صحيح، الطفل ما يعرفش الخطأ من الصواب. طيب ما هي الوسائل؟ بعد دوك نشوفوا المشاكل السيدة سماش، نشوفوا الآن ما هي الوسائل اللي عند الأولياء باش يقدروا ينظموا ويتحكموا في وقت أبنائهم. يعني نعطيو كمثال، طفل أطفال عندك الزوجة مقعدين في الدار يتو والأم راهي خدامة، يعني نهضروا بالنسبة للمرأة اللي تخدم، حتى المرأة اللي قاعدة الماكيتاب بالبيت سي لا ميم شونس. المهم هذه المرأة كأي راحت خلت الطفل، الطفل راك تحكم عليه، تحكم فيه من بعد، دونك من بعد الأم هنا واش لازم؟ هنا لازم تعطي وقت تاع اللعب تاعها، تخص قال لوليدي عندك ورق الوقت من 12 للزوج تلعب، ومن بعد من الزوج ثلاثة تشوف شوية لا تيليفزيون، ومن بعد كي تدخل هي تحكم
تحاول انها تخصص برنامج اللي تقدر للطفل، على خاطرش توت لا جورني هو راهو بعيد عليها، هنا تخصص وقت ليها، اللعب معاه، يبارطاجيو مجموعه من الالعاب، سكون ابل حنا دي جو دو مو، ولا العاب الكلمات، العاب كلمات، عندك كاين يعني كاين مجموعه من الالعاب تقدر هذه الام اللي تدخل مع الطفل. طيب المشاهدين متحمسين اكيد، احنا قلنا لهم بعد تسعه لكنهم متحمسين. معنا اول اتصال، الو صباح الخير. نعم انقطعت المكالمة، بالتأكيد نوصلوا الحديث، يعني الأولياء اللي هم عندهم دور مهم جدا. الآن سيدة سماش، المشكل يتعلق بالوقت. نعم. ويتعلق بتقسيم الوقت، أكيد أنه الطفل لازم يلعب باش يكون طفل طبيعي. نعم. وهذه تكلمنا عليها في الأعداد السابقة، لكن المشكل الآن في التقسيم الجيد للوقت. كيف يكون التقسيم الجيد للوقت؟ نعم. هذا سؤال مهم جدا. نقول لك الاولياء يقول لك انا ما نفهمش كيفاش نقسم الوقت تاع وليدي، وليدي عنده عطله توت لا جورني، لازم يلعب، لازم ياكل مليح، لانه الولي يبقى يخاف على وليده. نعم. بشكل عام. صح. بالنسبه لتقسيم الوقت، احنا كما نعرفوا الطفل هو مجموعه من الطاقات، الطفل هو طاقه، طاقه، هذه الطاقه الطفل لازم يخرجها، سينو حيخرجها لك حاجه نيجاتيف. الوغ كأم يعني كاين تخصص الوقت، كما نعرفوا دوك الاطفال الكبار راهم يسهروا. الطفل لو يلحق حتى 12 الواحدة زوج تاع الصباح باش يرقدوا. الطفل هنا الصباح ديجا يرقد او يصبح لك راقد حتى 11 12، ديجا حتى الوقت تاعو تبدل. هنايا واش دير كأم؟ هنا واش دير الأم؟ تقسم. نهضروا على الأمهات اللي ماكتين ماكيتات في البيت ولا قاعدين. تحكم الوقت تاعها، تقسمه. قال تحكم أولا، تحاول الأطفال تاعها وأمام تو لوغ دون دي زورد. يعني تحاوروا وممتو يعني تدخلوا في بالها السلطه، السلطه تبين له هذيك السلطه، فوالا السلطه بالليل هذا الوقت سي با توت لا جورني اللاعب بلوغ. عندنا وقت الوقت الطفل لازم يخرج ويستنزف هذه الطاقه، ويحتاج الطفل الى نمو. سيده سماش لازم يرقد، انت قلتي لنا هذوك شنو يقول لك اطفال، هو شيء واقع يعني تكلمي انه اطفال يبقاو حتى الوحده زوج تاع الصباح هما نايمين حتى الفجر. صحيح، يعني هذا ياثر على النمو، لانه النمو يكون خلال الليل، خلال الليل دوك حتى لو سيرفو تاع الطفل راح يتاثر. صحيح، يعني ينوض صباح عيان، الوقت تاعو راهو مستنزف ديجا، نصف الوقت راهو راح. هنا الام واش دير؟ تحاول انها تقسم عندك الوقت، يعني كما احنا نقولوا الوقت الطاقه الاولانيه للزائده، طفله وناض سا ديبون، لا سهره حينوض بطاقه ميتا لي باتري كما احنا نقولوا تاعو عيان، ولا كان يعني الطفل ناض على 9 على 8 ونص 9، دوك هذه الطاقه الاول لازم الطفل ينوض يشرب الحليب تاعو ايتو، عنده الفترات الاولانيه لازم يخرج هذيك الطاقه الزائده باللعب. اللاعب لا حبدا يكون الطفل يعني كيما نخافوا دوك لي مامون كامل يخافوا ما يخلوش ولادهم يخرجوا برا، الوغ تحاول انها تستعمل العاب الذكاء. العاب الذكاء وعلاش؟ العاب الذكاء جينيرالمون كي نستعملوا الذكاء تاعنا الطفل يستنزف شويه الطاقه تاعو، اولا راهو يتعلم مهارات جديده وينعس، ثانيا فوالا يستنزف يعني ينقص الطاقات تاعو. العاب الذكاء مهما كانت هذه الالعاب وتكون لا حبه ولا كان زعما في مجموعه يلعبوها، عندك وقت اللعب بالالعاب الالكترونيه باسكو على بالنا الاطفال دوكا ما يقدروش. دوك نتكلموا على الالعاب الالكترونيه، لان هذه وحدها الالعاب الالكترونيه يا مرضى مش شماس، هي مشكل عويص جدا، مشكل كبير. صح، احنا كبار نلعبوا العاب الكترونيه. تقسيم الوقت دوك نشوفوها بعد قليل. أنا. نعم تفضلي كملي الفكره حتى نتوجه الى الموجز. وعندنا يعني لا حبذا ولا كانت عندها بنات ولا ذكور، الوصف الثاني تقول لهم دخلوا معاهم المطبخ يتعلموا مهارات حد اخرين، كيفاش يقيس كيفاش ولا كانت اطفال بنات يعلموا لهم زعما الخياطه كيفاش يتواز، دونك يعيد يعني الطرق القديمه تنفع جد جدا. دوك نشوفوا الحلول. احنا حبينا نشوقوا شويه للمشاهدين حتى يتواصلوا معنا بالتاكيد، نعاودوا ندعوهم الى التواصل. نعود اليكم مشاهدينا لمواصله الحديث في فقره المتابعات الارطفونيه حول الاستغلال الامثل للعطله الصيفيه للاطفال وكيفيه تقسيم الوقت. توقفنا سيده راضيه سماش الاخصائيه الارطفونيه حول موضوع الاولياء وعلاقه الوقت بالاولياء. نذكر المشاهدين انهم يمكنكم التواصل معنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر أسفل الشاشة 023
71 98 71 رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة 023 71 98 71 حتى تطرحوا الأسئلة تاعكم للأخصائية الأرطفونية سيدة راضية السماش. نواصل الحديث الآن حول المشاكل التي يواجهها الأطفال خلال العطلة الصيفية. أكيد الألعاب الإلكترونية اللي هي موضوع مهم جدا، كيفاش نقدروا ندخلوا لهذا الموضوع؟ ما هي أهم السلبيات التي تؤثر على الطفل ومهاراته أيضا؟ نعم، بالنسبة يعني هذا مشكل كبير ويعاني منه كم جميع الأولياء خاصة، وراه يقيس كل ما فترات مراحل الطفل، يعني السن يعني تلقى أطفال صغار كبار حتى السن 18 سنة، تلقى حتى أطفال تاع 3 سنين عامين 4 سنين، يعني راهم يتأثروا. في بعض الأحيان كانوا الأطفال يديروا يستمر اللعب حتى فترات طويلة 8 ساعات 9 ساعات، في بعض الأحيان يكون عبارة عن الألعاب اللي تتلعب مع مشاركات صحيح. مع ناس خارجين ما على بالناش أونلاين، دوك ما على بالكش مع من الطفل تاعك راهو يتعامل وش من وش الأشياء الخفية اللي راهي من هذه الألعاب. الحوارات أيضا اللي تدور بيناتهم ما تعرفش الطفل كيفاش راهو يتعامل، كيفاش يقدروا يجبدوه، كيفاش يقدروا يستغلوه، دوك حتى يقدر حتى يكون فيه استغلال. بالنسبة هذا مشكل كبير، يعني أنا ننصح الأمنية، يعني ماشي نصيحة، أنه هنا لي بارون وقتاش تشكل هذه الألعاب الإلكترونية خطرا على الطفل؟ وقتاش؟ هو كيقضي فيها بزاف وقت؟ الوقت شحال بزاف شحال من ساعة؟ هو واش راني نقول لك؟ كاين أطفال تفوت 9 ساعات هنا تشكل ساعات خطر. شو ساعتين ثلاث سوايع ساعتين ديجا ماكسيموم يعني باش ما يقول. أولا حيأثر على الصحة العقلية، عندنا حيأثر على الصحة الجسدية، كاين في بعض الأحيان الطفل أنه يستغنى حتى على الأكل، يقول لك دقيقة دقيقة راني نلعب، يستغنى على الأكل، يحبس الاكل تاعو باش يكمل اللعب تاعو. الصحه العقليه الطفل راهو مبرونشي كما حنا نقولوا لساعات لساعات، المخ تاعو الطفل راهو في حاله راهو غير يخزن يخزن يخزن، ولكن ما كانش التعامل ما بين الطفل الاخرين. عندك العزله، في بعض الاحيان الطفل راهو 9 سوايع في عزله، هنايا تاثير تاعها ماهوش جيد، ما كانش الاخذ والعطاء مع المجموعه تاعو، دوك الطفل راهو يتعزل. كما قلنا الخطر الكبير انه يتعامل مع الناس، معنا بالناس هاد الناس والنوايا تاعهم اللي هو يتعامل معاهم. يعني هنا الام، هنا الاولياء لازم الطفل ينحوا التليفون، تستعمل اي طرق. علاش رانا نهضروا كيفاش يعمروا الفراغ تاع الوقت تاع ولادهم؟ انها تعمروا باشياء احد اخرى باش تنقصوا هذوك الالعاب الالكترونيه اللي راهي خطيره جدا. طيب هذه النقطة الأولى، الألعاب الإلكترونية تشكل تهديد للأطفال خلال فصل الصيف. كاين أيضا الألعاب التقليدية، كاين يخلي ولادهم يلعبوا في الشارع طوال اليوم خاصة صح. العشية، يعني تلقي الأطفال الشوارع تعج بالأطفال صح. وخاصة المناطق السياحية بالتأكيد صح. هذه ثاني يعني شفت هذاك تما المشكل مش غير الإلكتروني يعني نحو حاجه نلقاو حاجه اخرى كما قلنا. يعني كاين في بعض الاحيان وين بعض العائلات وين تخلي ولادها يخرجوا برا سوا الصبح بكري سوا العشيه، سخانه الاولياء اكيد ما يحملوش الحس بزاف صح. مام الطفل تاعك ما على بالكش في الزنقه واش راه يدير واش راه يلعب، يعني هذا نعاودوا نولوا كيفاش الاولياء يقسموا الوقت تاعهم. يعني كل فتره تتخصص الحاجه، عندك فتره تاع اللعب مع الصباح، معليش الطفل تقدر تخليه يخرج لبرا يلعب شويه يستنزف الطاقه تاعو، ومن بعد عندك يدخل يفطر يقعد شويه يريح، ومن بعد عندك الالعاب الالكترونيه قال مدتها اقصى تاعها ساعتين بالنسبه صار ديبون لاج تاع الطفل، دوك ماشي الطفل تاع 3 سنين مراهقين ساعتين هما اغلبهم مراهقين حتى 3 سوايع يعني المراهق راهو شويه، ومن بعد هذاك قال الوقت تاع اللعب الحق وقت تاع الالعاب. لازم الام تنحي البورتابل وليدها ولا ليكرون، يعني ليكرون اللي يستعملوا كامل لوحيات لوحيات. استاذه سماش، هناك ملاحظه يلاحظها المختصون وانتم مختصون في الاورتوفونيا وعلم النفس الى غير ذلك، يقول لك ان الاطفال الذين يتعاملون مع الوسائل الالكترونيه والاطفال الذين يلعبون بالطرق التقليديه بيناتهم اختلاف كبير. كاين اطفال هنا معقدين نفسانيين، عندهم مشاكل في التواصل، مشاكل في اللغه، مشاكل في النطق الى غير ذلك، على عكس اولئك الذين يلعبون بشكل طبيعي مع صح الاطفال. صح، هذه يعني 100% كما نقولوا احنا 100%. وعلاش الطفل يلعب بالوسائل التقليديه؟ الطفل يلعب في وسط جماعه
راهو ينمي الافكار، يستعمل الذات تاعو، يعني يطور المهارات تاعو، مهارات تاع اليدين، مهارات العقل، يعني ويستعمل يواجهه، يعرف كيفاش كي تواجهه مشكل يحاول انه يحله. باغ كونتخ الطفل اللي عنده اللعب الالعاب الالكترونيه راهو بينه وبين اللوحه هنا قدر يأثر لهم حتى على اللغة والتأخر في النطق، وعندنا مشكل في الهاتف مشاهدة عندها وليدها، حتى نربط الاتصال مع المشاهد، المشاهدة عندها وليدها عنده مشكل في النطق، أكيد هي من مشاكل تأخر النطق في ما يتعلق بالأطفال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير سيداتي. صباح الخير. شكون معنا ومن وين تتصلي بينا مدام؟ من وهران. مرحبا بك مدام، عندك سؤال اخصائيه؟ وهذه باينه هضره على ولدي، خاطر شاديك داير شويه روطه في الهضره، يلا بها نشوف الحصه تاعكم. شحال في عمره وليدك مدام؟ 6 سنين. 6 سنين عنده مشكل تاخر النطق. واه راسي 6 سنين راني داير تا اوختوفونيس، وراني متبعت له وكاع، بصح مازال ما يهضرش غايه، كاين كلمات يقولهم غايه وكاين كلمات ما يعرفهمش. طيب انا حبيت نفهم واش قال لك الاوختوفونيس كي تبعي عنده؟ تاخر لغوي، هذه زعما اللي قال لي وراني نتبع له. قال لك عنده حلول مدام؟ قال لي زعما ديري له في الدار، عاوني في الدار، وما مشانيك هما ما يعاونوش. طيب هو قال لك كاين حل، انت السؤال تاعك وشنو هو اللي راح توجهيه للاستاذه السماش؟ هو زعما يتنرفز، زعما يجيب لي كريز، ثاني من يتنرفز ما يقدش يهضر ولا يكون برا ولا يدخل مام قباحه في الدار، ما يقدش يتقلق بزاف. سي نورمال مدام، يعني 3 سنين يعني راكي في مرحله اللي راكي ديتيه يعني. واه وانا راني نعاون فيه زعما في الدار، راني زعما عطيته زعما وقتي نعاونه، زعما راني واقفه معاه. خلا هذاك هو الصح، يعني الام شوفي 80% تاع الخدمه سي الام، صح احنا مختصين، احنا نرشدوكم يعني نعطيكم الطريق، نديروا التقنيات تاعنا، ولكن العمل الكبير هو الام اللي تستعملوا. راكي بيان شوفي مدام كي تديه هذاك، بالنسبه للنرفز اللي عنده سي تو تافي نورمال، باسكو ما يقدرش يعبر، بالك يحب يقول لك حوايج ما يلحقش ما تفهمهش. واه هذه شكرا لك مدام على هذا السؤال وعلى هذا الانشغال اللي هو مهم جدا، يعطيك الصحه، بقاي وفيه للبرنامج مدام، بارك الله فيك. يوم موفق لك ولكل متابعين تاعنا من وهران، اكيد انه وهران بدينا بها البرنامج في جوله سياحيه، اكيد الشعب الوهراني معروف بحسن الضيافه وايضا التواصل. ونعقبوا على هذا الموضوع استاذه سماش، اللي عندهم تاخر في النطق تكلمنا عليه في البرنامج، لكن معليش نزيدوا نعطيو بعض النصائح. قوسين بيان سور، بالنسبه للام يعني حاجه منيحه انها وجهت وليدها المختصه وراهي تعمل معاه، صح يقعد لها هذاك الطرق تاع النرفزه تاع الطفل سي تو تافي نورمال، باسكو الطفل ما عندوش التواصل اللغوي بوغ لوي، واحد ما يفهمه يعني بالعقل بالعقل، اما هي تقدر تخدم له، نعطي لها نصيحه صغيره. كي تكون الام هذه تتكمل تكلم مع ولدها، تحاول انها كي تهضر ببطء، تقسم له الكلمه، هاي نعطي لها استوس صغير، سيلابيك تشفاهم فرونسي بكري، زعما تيك شابو في كل اللغات، حتى في اللغه العربيه. راني رايحه، الطفل راح يسمع او ميم طون يقدر يفرز ما بين حرف وحرف، وهذا راه يدير له طرق صحيحه، وهي حتى الحرف كي يبدا ينطقوا بصفه صحيحه، حتى الارتيكولاسيون يسمعها ويقدر يجاوب معها، اللي هي ستريس، اللي هي التشديد على الكلمات، هذا احنا نسميوه في الصحافه التلوين. أيوة يعني كي نكونوا احنا نقراو خبر معين في الصحافه، عندنا طرق مختلفه لقراءه الخبر، يعني سواء كان مفرح مبكي الى غير ذلك، احنا نستخدموا التلوين، الام تستخدم التلوين في المنزل نزل مع وليدها اللي هو تقسيم الكلمات، الكلمه هكذا الطفل راح يسمعها بالوضوح، وميم طون راح يسمع ويسمع كامل الحروف، يسمعهم دوك الهضره تاعو حتتسجل. من وهران الى اقصى الشرق الى ولايه سوق هراس، الو صباح الخير سيداتي ولا سيدي، مرحبا بك. الو صباح النور. صباح النور. مرحبا بك سيداتي، شكون معنا؟ معك ام ريماس من سوق هراس. مرحبا بك مدام، عندك سؤال اخصائيه الاورتوفونيه؟ نعم، عندي في عمره عامين، عنده مشكل تاع النطق، مازال ما ينطقش مليح، عنده كلمات هكا خفاف جوست يقولهم، بصح معظم الكلمات ما يقدرش، عنده صح. انتم علاش مزروبين في الوقت؟ عامين مازالوا صغير مدام، نشوف فيه مازال عنده الوقت باش يتكلم. نعم بصح مازال درك المشكل اللي يتعلق، انا نخدم في التعليم وشويه بعيده على الدار، ما نروح غير لابخي ميدي. ذكر ولا انثى؟ وقته كامل مع خواتاته صغار ووليدها، وهكاك
وليدها وكاك مازال ما عندوش هكا النطق المليح مع خواتاته. متقلقه باسكو البنات الله يبارك ثلاثه خواتاته قبل نطقوا يعني في وقت مبكر. هو نشوفيه روتار بارابور البنات نشوفيه. زعما انت تقارني الطفل مع البنات جوستومون يعني شوفي نجاوبك مدام. الطفل في حياته يعني باش نكونوا الطفل يمر بسكون ابل حنا النمو النفسي، النمو الحسي الحركي، النمو النفسي صحيح. نفسه الحسي الحركي. بالنسبه للنمو الطفل البنت والولد ماشي كيف كيف. الطفله اللي بريكوس ياك مدام، طفله اللي بريكوس تهضر بكري تقعد بكري تريح بكري تمشي بكري حتى اللغه تكون بكري طفل. تسبق. والذكر نو، الذكر عنده شويه يعني لا بوزيسيون داسيز. الطفل الطفله تقعد في 4 شهور الاولاد حتى الخمس شهور صحيح. تسنين طفله تبدا من 4 شهور طفل حتى 6 شهور يعني حتى هاد الهدايا خلقه يعني حاجه ربي سبحانه هو اللي دارها. واسمه وليدك مدام؟ تقي. تقي ان شاء الله. تقي الدين راح يهدر وراح يهب لك بالهضره. تعاودي تعيطي لنا تقولي لنا كيفاش نسكتوا. صافي مدام شوفي ما تتقلقيش ما تتقلقيش راهو في عامين راهو يعني معاه في وسط خاوته. وشنو انتم كي تهضروا حاولوا انكم تهضروا بالعقل باش الطفل يعاود. وما منتيا موليدك بارطاجي معاه هضري معاه تواسيه علمي له حاجات صغار باش يولي اللونجاج يجي وحده. هو مشكلته البورتابل الحوايج هكا الكترونيه. خلاص ريحي معنا دوك تسمعنا صحيح رانا في الموضوع بالتاكيد. يعطيك الصحه مدام على كل هذه الاسئله وبقاو اوفياء بالتاكيد للبرنامج. غنخلوكم دائما في تواصل مع المختصين باش تستفادوا بالتاكيد باش تربى ولادكم بيناتكم كما راكم حابين وافضل باذن الله. يعطيك الصحه مدام باش نلحقوا نفس فضلك. المشكل والموضوع اللي رانا فيه اكيد نربطوا يعني بين الموضوع مباشره يعني الى تاخرك تشوف بلي اللاعب التليفون الام يعني صرحت ان التليفون هنا الام هنايا لازم تكون عازمه يعني بس وسنتين يعني التليفون الولي يتحمل المسؤوليه خلينا نقولوها لها بشكل مباشر يعني هو ممنوع هذا الشيء. نعم ممنوع منعا باتا يعني نهضروها ونعاودوها. الطفل من تحت 5 سنوات لا الالعاب الالكترونيه ماشي مليحه. طفله في مرحله التطور الذاتي، التطور النفسي، التطور اللغوي، يعني هنا الطفل لازم نمنعوا له كامل هذه الالعاب. على بالي كان في بعض الاحيان ان الام هي تعطي التليفون باش تقول لك نخدم باش تشتغل. نو معليش مديتيه نص ساعه، نص ساعه نحيه نص ساعه تلفزيون والباقي تاع الوقت وليدك حطيه معك. راكي في المطبخ حطيه معك. قال هذه بطاطا هذا طوماطيش هي نتعاونوا هاد الاخذ والعطاء. كما كانوا الاولياء زمان حتى تعلمنا في المنازل تاعنا زمان صح. انا تعلمنا نتكلموا حتى بلغات اجنبيه من خلال الام لانه نسميوها اللغه الام. الام تعود الى الام. الام هي تعلم وليدها المهارات تاعو اللغويه المهارات النفسيه. طبعا الاطفال يتوازنوا نفسيين من خلال امهاتهم لانه يعني الاب في اغلب الوقت ما هوش مع اولاده في العمل. هاد راك يعني راك لحقت الموضوع. الام هي يعني الطفل تاعها هذا عامين حتى ال5 سنين الطفل لازم يكون مع الام تاعو يبارطاج كلش. وعلاش؟ الام هي تمد الحنان تمد اللغه تاعو تمد له الذات تاعو. التكوين الذاتي تاعو حيكون من الام. حتى المبادئ العمل المجتمعيه يتعلمها تربية عند تربية الام. نروحوا لاخر اتصال لانه الاتصالات كي نفتحوها في هذا المجال تكون كثيره جدا وهو شيء مفرح. نتوجه الى اتصال. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. مرحبا بك مدام. شكون معنا من وين تتصلي بينا؟ نعيمه بالعباس. مرحبا بك مدام نعيمه. اكيد عندك سؤال مختصه؟ اكيد تفضلي. السلام عليكم السيده. وعليكم السلام. كيفك اختي نهارك مبروك. الله يسلمك نهارك مبروك. اختي انا عندي طفل يبغي البورتاب بزاف. نعم شحال في عمره؟ الالكترونيه نهار كامل وقته كامل مع البورتاب. هادشي هذا زعما نخليه فيه هو عنده 8 سنين. عنده 8 سنين فيه هو ولا نوجهه لحاجه واحده اخرى؟ شوفي مدام بالنسبه للطفل تاعك عنده 8 سنين البورتاب نقصي له توت لا جورني بزاف. انت اللي تتحكمي. عقد اسكو يرقد في الليل بكري؟ يرقد بكري؟ يرقد جبال 11 12 هكا ماكسيموم. خلاص ديجا راهو يسهر 8 سنين راهو يسهر نورمالمون. هو امه يا سيدي معليش في فتره العطله نقول له يا سيدي 10 ونص 11 مادام بقاي معنا فقط ونجاوبوها.
راح نجاوبوك الاكيد. شكرا لك على اتصالك والاكيد راح تسمعي الجواب من عند الاستاذه. تفضلي استاذه باش نربطوا كل الحالات فيها يعني في باش نجاوبوها وممتون مدوا الحلول. بالنسبه هذه الام عطتنا طفل عنده 8 سنين قالت لك توت لا جورني هو بالتليفون. اول حاجه لازم الام هنايا نعاودوا نولوا تقسيم الوقت، انه لازم تفرض هي روحها ماشي الطفل يغلبها. يبكى خليه يبكي، زعف خليه يزعف، معليش الام لازم هنا تعلم. يعني الحاجه اللي راني متاسف ليها، الام دركا ولات بزاف حنينه ولات بزاف يغلبوها ولادها. يعني فوت دير لا فيغيتي، الام دوك ولات ما تقدرش تسيطر على الاطفال تاعها بحكم الظروف اللي فيها، بحكم الشغل تاعها، بحكم انها الام راهي تعمل برا والداخل. دونك الطفل ولا الطفل يعرف هو يفيس كيفاش يدخل متطلبات الحياه ايضا. نعم. ما تقعدش بزاف مع ولادها وتخليهم هي تحب تعوض لهم هذاك الحنان، لكن التعويض يكون خاطئ. دوك الطفل واش ولا يعرف هو الكاركتر تاع الام تاعو، دوك يتحكم في الام تاعو واش يسيطر، يروح لنقطه الضعف تاعها، نقطه الضعف خاصه 8 سنين بزاف وعنده وعي. لازم الام هي اللي تفرض نفسها وتنحي البورطابيل. وكان تقدر الام تعاود تفرض شخصيتها نفسها على طفل 12 13 سنه تفرض شخصيتك. يعني الطفل مازال طنك الطفل تقدر تتحكم فيه، الام هي اللي تحكم في الاطفال تاعها، يعني هي اللي تفرض. كيفاش يكون التحكم استاذه سماح؟ التحكم تفرض قال نو ما نمدلكش وترفد وتنحيلو كاريمون. خلي واش راني نقول لك، حب يبكي حب يقعد يدير واش يحب، وتفهموا باللي نحيته لك على خاطرش هذا مضر للصحه. الطفل كي تنحيلو الحاجه لازم تفهموا باللي قال هذا راح يضرك مش حينفعك. شكرا جزيلا الشكر لك استاذه سماش على كل هذه المعلومات. شكرا. الاكيد تفاعل المشاهدين مهم جدا، يخلينا نكتشفوا المشاكل اللي يعانيوا منها الاطفال. احنا نتمنى عطله صيفيه ممتعه لكل الاطفال. يا ربي. الاكيد قبل الختام خلي لك كلمه ختاميه. الله يسلمك. يعني نطلب حاجه من الاولياء انهم يقدروا هما يفرضوا السيطره على الاطفال تاعهم، سيطره تكون ايجابيه، يعرفوا كاين اخذ العطاء. هنا الاسره لازم تعاود تولي الانقسام الاشغال اليدويه، الطبخ، الخياطه، معليش صنع الادوات. هنا باش نعاود الام ولا الاب يجمع الاطفال تاعو ماشي فرقته، ينقصوا من الالعاب الالكترونيه. شكرا جزيلا الشكر لك استاذه سماش على كل هذه المعلومات.